وعن تعامل القوات الحكومية مع المحتجين في محافظة البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. سيد حسين، مرحبا بكم. يعني بعد الأنباء التي تحدثت عن اعتقال 6 من العاطلين عن العمل، وذلك بعد مشادة كلامية مع مفرزة تابعة للشرطة، كيف تقيمون التعامل الأمني مع الأهالي في البصرة؟ يعني أنا أعتقد التعامل في الأمن هو قابل للزيادة والأكثر شدة مستقبلا إذا ما استمرت مظاهرات البصرة. يعني إحنا لا ننسى أنه الحكومات السابقة تعاملت بأشد قسوة مع المناطق الغربية التي خرجت للتظاهرات، وكان هناك قتلا جماعيا واعتقالا جماعيا. لحد الآن في البصرة أعتقد أن الأمور قابلة للزيادة، سواء في القتل أم الاعتقال، حسب تطور المظاهرات وحسب مطالبها. واعتقد المطالب البصريين الان تجاوزت المطالب الخدميه والاداريه، اعتقد مستقبلا ستكون مطالب سياسيه. سيد حسين، هذا التعامل مع الاهالي في البصره هل سيزيد الامور تعقيدا في تلك المحافظه؟ بالتاكيد المحافظات الاخرى هي اكثر سوءا من البصره واقل خدمات من البصره، ولكن لا تستطيع التظاهر لأنه هناك تعامل ازدواجي من قبل الحكومة ما بين المحافظات المنكوبة وما بين البصرة وبقية المحافظات. ولهذا على الحكومة أن تدرك أن المشكلة ليست في البصرة فحسب، البصرة واحدة من المشاكل، ولكن المشكلة الكبيرة في المحافظات الأخرى المنكوبة المدمرة، التي تدرك لو أنها لو خرجت إلى التظاهر لتم شيطنتها ودعشنتها أو إدخال داعش إليها مرة أخرى. فالمشكلة كبيرة جدا على الحكومة العراقية، وعليها أن تأتي بفريق متجانس متكامل يستطيع أن يقدم خدمة للعراقيين أو تزول غير مأسوف عليها. سيد حسين، رابطة العشائر في البصرة تطالب صراحة من خلال السيد فريجي بمحاسبة مجلس المحافظة. دخول رابطة العشائر على خط الأزمة الأخيرة هل سيخفف من وطأة الأزمة في البصرة؟ لا أعتقد ذلك، لأنه الوضع العشائري في البصرة يعني أحيانا نشاهد أنه تستخدمه الحكومة في مع حلفائها، وشاهدنا وزير خارجية إيران كيف هو موجود هناك، ووجدنا بعض الآخرين كيف يستخدمونه. أنا أعتقد المطالب العراقية هي واضحة ودستورية ولا تقبل المماطلة ولا تقبل المساومة. على الحكومة أن توفر هذه الطلبات وتنهي هذه المشكلة، ولكن أنا أعتقد الحكومة عاجزة عن تقديم هذه الطلبات، وستتحول هذه الطلبات إلى مطالب سياسية، ولا أشك بأن البصرة ذاهبة إلى الإقليم. سيد حسين، أنت قلت الحكومة عاجزة عن توفير حل مناسب لأهالي البصرة، ولكن هناك من يجد أن الحل متوفر لمعالجة مشاكل البصرة وهو مجرد تعنت مقصود من قبل الحكومة. يعني أي الرأيين أنت معه؟ أنا أقصد الرأي ليس خطأ، أنا أقصد أنه الحكومة غير قادرة على ليس بقلة الموارد المالية وليس بالموارد البشرية، وإنما بسبب الفساد المستشري في الحكومة وفي المؤسسات الأخرى في الدولة، سواء الحكومة المحلية أم الحكومة المركزية، هذا الذي يمنع تقديم أي خدمات. نسبة الفساد في العراق كبيرة جدا، إضافة إدارة الدولة لم تكن إدارة الدولة على أسس مواطنة وبمؤسسات مهنية، موجودة مؤسسات ولكن القائمين عليها فاسدين. فالفساد أس المشكلة في عدم تقديم أي خدمات، وليس موضوع أنه تعاني من عجزا ماليا أو قلة موارد بشرية وفنية. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.